لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية التي نتناول فيها كتاب الدراسات اللغوية لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. انتهينا في الدرس الماضي من بحث الحال، واليوم أعزائي الطلاب نجيب عن التدريبات الواردة بعد هذا الدرس. وقبل ذلك أعزائي الطلاب، نسترجع ونستذكر ما تعلمناه في بحث الحال، وأول ما نستذكر أنواع صاحب الحال. قلنا يومها عزيزي الطالب، يأتي صاحب الحال في موقعه أو في جملته فاعلا أو مفعولا به، أو قد يكون صاحب الحال فاعلا ومفعولا به مع أو نائب فاعل أو مجرورا بحرف الجر. هذه أنواع صاحب الحال التي مرت معنا. أما أنواع الحال فهي: الحال تأتي مفردة، أي ليست جملة أو شبه جملة. إذن النوع الأول تأتي مفردة، والنوع الثاني تأتي الحال جملة إما فعلية أو اسمية، والنوع الثالث تأتي الحال شبه جملة، ويراد بشبه الجملة كما تعلمنا عزيزي الطالب إما الظرف أو الجار والمجرور. ومما تعلمناه في أحكام الحال أعزائي الطلاب، قلنا يجوز في الحال أن تتعدد، يجوز في الحال أن تتعدد وصاحب الحال واحد. أما الثانية فهي بالعكس تماما، يجوز أن يتعدد صاحب الحال والحال واحدة. أما الحالة الثالثة، يجوز في الحال أن تتقدم على صاحبها. أما الحالة الرابعة، يجوز أن يحذف عامل الحال. إذن هذه بعض أحكام الحال التي تعلمناها في الدروس السابقة. الآن أعزائي الطلاب، نبدأ بالإجابة عن الأسئلة التي وردت في كتابنا بعد بحث الحال. والسؤال هو: حدد الحال وصاحبها ونوع كل منهما فيما يأتي. صاحب الحال والحال ونوع كل منهما فيما يأتي. والمثال الأول قوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر، كيف؟ على أية هيئة؟ دائبتين. فالحال في قوله دائبتين. وكيف جاءت الحال هنا؟ ما نوعها؟ وهي من المفردة. أما صاحب الحال فهو هنا الشمس والقمر، وهو من الحالة التي قلنا يجوز فيها أن يتعدد صاحب الحال والحال واحدة. فقد تعدد صاحب الحال وهو الشمس والقمر، وموقع الشمس في الجملة هنا أي أن صاحب الحال هنا مفعول به، ثم عطف عليه بقوله القمر. إذن وسخر لكم الشمس والقمر دائبتين. نستفيد من هذه الآية الكريمة دائبتين: حال ونوعها مفردة، وصاحب الحال الشمس والقمر، وهنا الحكم جاز أن يتكرر صاحب الحال والحال واحدة. ولا ننسى هذا المثال فهو مهم جدا. أما المثال الثاني،
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لما تؤذونني؟ وعلى أي حالة تؤذونني؟ وكيف هو حالكم عندما تؤذونني وقد تعلمون؟ الحال هنا جاءت بعد الواو وهي واو الحال وقد تعلمون. أما نوع الحال هنا فهي جملة فعلية، إذن قد تعلمون هي الجملة الفعلية وهي في محل نصب حال، وصاحب الحال في هذه الجملة هو الضمير في قوله تؤذونني ويراد به واو الجماعة. لدينا ضميران هنا، واو الجماعة وياء المتكلم، فعلى أيهما تعود الجملة وقد تعلمون؟ تعود على واو الجماعة، والدليل أن الرابطة الثاني في الجملة تعلمون واو الجماعة تعود على من؟ تعود على واو الجماعة الأولى وهو قوم موسى. إذن صاحب الحال في هذه الجملة هو الضمير واو الجماعة في قوله تؤذونني، وموقعه في هذه الجملة أي أن صاحب الحال وقع في هذه الجملة فاعلا، والحال هي وقد تعلمون. أما الرابط في هذه الجملة عزيزي الطالب، ألم نقل أن الجملة يشترط فيها أن يكون لها رابط، أن يكون فيها رابط يربطها بصاحب الحال؟ فما الرابط هنا؟ هو الواو والضمير، الواو والضمير معا. أما المثال الثالث نقول رأيت الطير، ثم أسأل كيف كان الطير؟ في أي هيئة كان؟ في الجو. رأيت الطير حاله أو حالة كونه في الجو. في الجو هي الحال التي دلت على الطير ونوعها شبه جملة أو جار ومجرور. أما صاحب الحال فهو الطير، وما موقعه من الجملة؟ رأيت الطير، رأيت فعل وفاعل والطير مفعول به. إذن رأيت الطير في الجو، صاحب الحال هو الطير والحال في الجو، وصاحب الحال مفعول به. أما نوع الحال فهي شبه جملة أو أن نقول جار ومجرور. المثال الذي يليه من تعب صغيرا استراح كبيرا. من تعب، من الذي يتعب؟ تعب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والفاعل. أين الفاعل في هذه الجملة؟ ضمير مستتر تقديره هو. من تعب هو صغيرا. من تعب في الحالة التي يكون فيها صغيرا يستريح كبيرا. إذن صغيرا حال وكبيرا أيضا حال، وصاحب الحال في الجملتين عزيزي الطالب والضمير المستتر الفاعل في قولنا تعب واستراح. والحال نوعها في هذه الجملة مفردة. إذن الحال صغيرا كبيرا ونوعها مفردة، وصاحب الحال هو الضمير المستتر ونريد به هنا الفاعل في قولنا تعب واستراح. أما المثال الذي يليه يعجبني الفلاح يخدم أرضه. يعجبني الفلاح، وأي فلاح يعجبني؟ في أي حالة يكون الفلاح الذي يعجبني؟ على أي هيئة يكون؟ كيف يكون هذا الفلاح؟ يخدم أرضه. فجملة يخدم في محل نصب حال، من هو صاحب الحال؟ الفلاح. إذن جاءت الحال هنا جملة فعلية، والرابط في هذه الجملة هو الضمير يخدم، يقصد به الفلاح. يخدم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. على من يعود؟ على الفلاح. إذن الرابط في هذه الجملة هو الضمير المستتر في قولنا يخدم، وصاحب الحال هو الفلاح. أما موقعه من الجملة يعجبني الفلاح. من الفاعل في هذه الجملة؟
الفلاح. إذا موقع صاحب الحال في هذه الجملة فاعل. نكتفي اليوم أعزائي الطلاب بما تعلمناه، وأسأل الله أن قد استفدنا مما ذكرنا ومما أجبنا، وأشكر لكم متابعتكم، وإلى لقاء جديد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.